طريقتي في الكتابة أن الأمر الذي يشغلني قبل كل شيء هو التكوين الموضوعي للموضوع الذي أريد أن أكتب فيه، وهذا يأخذ مني وقتا يشغل بالي ويستحوذ على تفكيري كيف يكون المدخل للموضوع، ما هي الأفكار وحسب تسلسلها المنطقي. قد يستغرق ذلك مني يوما كاملا أو يومين على حسب سعة الموضوع وكثرة جوانبه. فهذا هو الأمر بالدرجة الأولى، وكما قلت لك يستحوذ على تفكيري، وعلى وقد أقضي الليل كاملا وأنا أفكر في هذا الموضوع. وفي هذه الفترة لا أفكر لا في صياغة ولا في أسلوب ولا يخطر لي أي كلام إلا ما يتعلق بالناحية المنطقية والناحية الموضوعية وتسلسل الأفكار والبناء للموضوع. لكن بعد ذلك تأتي الكلمات وتأتي بعد ذلك أبدأ في الكتابة. وكلما كانت الأفكار مختمرة في ذهني وقد أشبعتها كما يقال تفكيرا، كل سهلت الكتابة. وعندي أن الفكرة تلد عمارتها وصياغتها، وأنا أهتم بأمرين وهما يكونان لب أي كتابة، يحل الموضوعية الفكرية والأفكار والصياغة. أنا لا أهتم بالصياغة على حساب الفكرة وعلى حساب الموضوع أبدا، أزوج بينهما. فالفكرة الجيدة عندما تكون في قالب جميل تكون أكثر انجذابا وأكثر استجابة الناس إليها، كما مثلا أمثل اللوحة الفنية الجميلة عندما توضع في إطار جميل يزيدها جمالا ورونقا. فأكتب بعد ذلك على حسب ما يرد في ذهني، ولا أكتفي بذلك، لابد أن أعيد القراءة لما كتبته وأكتب من جديد، يتبين لي تقديم وتأخير، عبارة لا أطمئن إليها تحتاج إلى إعادة صياغة، كلمة أراها ثقيلة على نفسي، فلابد أن أنتقد نفسي قبل أن ينتقدني الآخرون بقدر الجهد البشري. اجتهاد، نعم، الجهد البشري. نعم. فأكتبها من جديد، نعم، بعد الحذف والتقديم والتأخير والتعديل. نعم. وقد لا أرضى عنها حتى في المرة الثانية، أكتبها للمرة الثالثة وأحيانا حتى للرابعة، ما شاء الله، بحيث لا تكتمل أو لا يكتمل الموضوع إلا بعد أن يكون مقبولا لي وراضي عنه.